الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحمد لله، نحن على أعتاب المجلد الأول، على أعتاب النهاية، يعني اليوم نحن في الصفحة 15 بعد 500، وبقيت بعض الصفحات فقط لننتهي من المجلد الأول من كتاب مدارج السالكين، لنبدأ مشوارا جديدا ورحلة فريدة في التنقل في منازل ومقامات أوضح من هذه المقامات التي يدور حولها الكلام، وذلك لأنه ابن القيم يتكلم في هذه المقامات، اليقظة، مقام اليقظة والفكرة والبصيرة والمحاسبة والتوبة وما تلاها، في هذه المقامات يحاول أن يضع أرضية وقاعدة يقف عليها المسلم الذي يود أن يعامل ربه بقلبه، وأن يفهم وأن يخلص إلى مفهوم العبودية القائم على تعظيم الله وإجلاله والخوف منه ومحبته سبحانه والإقبال بالقلب على الله سبحانه، وإلى غير ذلك من المقامات العالية. كنا قد تحدثنا عن مقام ومنزلة الخوف من الله عز وجل، وتكلمنا مقدمة. بدأ الهروي صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم، يقول الهروي: الخوف هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. وهذا يعني أن المسلم العادي إذا لم يصل إلى درجة الخوف لا يستطيع أن يتحرك نحو الطاعات، وهذه قاعدة مهمة قالها صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خاف أدلج سار ولو بالليل. بعض الناس إن أراد أن يصل يواصل المسيرة بالليل وبالنهار، والعرب كانت تحبذ الدلجة، والدلجة هي السير بالليل، لأن في ذلك راحة للإبل، والإبل في الليل مع الهواء والصحراء تنشط وتتحرك حركة واسعة وتقطع أشواقا. وكذلك من خاف خضت مضاجعه واضطرب قلبه وخرج من الطمأنينة ومن الأمن. والخروج من الطمأنينة والأمن مهم، لأن الأمن قد يفضي بالإنسان إلى أن يمكر الله عز وجل به، والمكر أن يأخذه الله بطريق خفي فتتحول أحواله من الاستقامة إلى الانحراف، ومن الصلاح إلى الفساد، ويخرج عن حد الاعتدال ويركب المعاصي. وأسوأها الذي لا يركب المعاصي، الذي يركب الأهواء والبدع. يعني مثلا ذو الخويصر التيمي رأس الخوارج كان عابدا وحافظا، إذا قرأ القرآن منذ أن يستفتح يبكي فلا يرقى له دمع، حتى أن عينه غائرة. يعني شنو؟ خش لجوه. يقول لك عينه شنو واقع؟ مش كده؟ عينه خش لجنو لجوه. بعدين ملتزم بالسنة، السنة قالوا أقول يرفع الإزار، هو رافع الإزار فوق للركبة، لحد الركبة فوق. بعدين عابد عبادة شديدة، لكن عندهم صفة، الصفة بتاعتهم الجرأة وإصدار الأحكام بسرعة. دين خوارج، شوف زود عابد عبادة ثقيلة ومصلي. يا أخي قال لك لما نجي في الصلاة دي انت لو داري في موضوع وبصلي نافلة، قال لك تمشي
تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجع تجلس في الركعة الأولى. عبادة تقيلة. قال الرسول شنو؟ الرسول قسم، لما قسم وسلم قسم وفق موازنات، أدى الناس الكعبين والناس الكويسين مدهم طوالي. قال شنو؟ والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بيع عبادته دي كلها. غزالة مرة من الخوارج لما قاتلت الحجاج ابن يوسف، الحجاج ده الرجال ما قدروا عليه، قهرته غزالة دي لأنها امرأة خارجية شايلة السيف وشرسة، دخلت الكوفة واحتلت الكوفة، لكن لبضع ساعات بس الحجاج عاد عليها الكرة وكذا. غزالة دي قال له الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، ربداء تكفل من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائر، صدعت غزالة جنده بعساكر، جعلت كتائبه كأمس الدابر. خلته زي مبارح. بعدين غزالة نذرت، شوف الخوارج الخطرين لكن بعد يكتل المسلمين، نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين في مسجد الكوفة ركعتين. طبعا خشت في حماية منه العساكر، والعساكر حراس الخاصين واقفين حوالينا حارسينها. صلت ركعتين شكر لله في مسجد الكوفة، الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران. وبعد الرسول قال كلاب أهل النار. تخيل الخوارج، كلاب أهل النار يمرقون من الدين بسوء فهم، يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، شر قتلى تحت أديم السماء. هذه أقوال وسلم فيه يا أخي يتجرع على الرسول. وبعدين ما قال له هذه قسمة أريد بها، والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. تركوه ليجري أمر الله القدري عشان تكون في فرقة اسمها الخوارج. المسلم قال لهم سيخرج من ضيضي هذا أقوام، عمر خطاب قال شاء سيفه ومشى سنقتله رجاه اللي قال صلي، قال ما بقتلوه بصلي. الزول بيصلي يا من عمر نام دي الركعة الأولى بس، أنا ما أخاف. ناس أصوش خوارج دي خوف ما عندهم كويس، لكن الطمأنينة إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعبادة، هذه ثمرة الخوف أنه تخرجه من هذه المسألة. عشان كده قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. بمعنى شنو؟ والله ده كلام رفيع جدا. الإنسان إذا أمن قل أن يعمل. عشان كده من المحركات من خاف شنو؟ أدلج. قالوا يا إمام للحسن البصري: إنا نستمع إلى أقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا. وفي نوع من الدعاة كده، شفت غير النار ما بينهم بس يقولون النار والقيامة والزقوم والحميم. يا من الناس دول جامع كشوا كده دائما كشوا، لا تقولوا شده أصلا يقول له في جنة. يا من الناس يقول له يا شيخنا أنت ما في جنة ولا شنو كده، ما تمشي على الجنة دي شوية. يا من يقول له كده ماسك الناس دينار تخويف تقيل. قال له والله الناس دي بيقطعوا قلوبنا. قال له الحسن البصري: من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف. في بخوفك كده ده أنت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن. لكن قال لك أنتوا ما عندكم عوجة، أنتوا ناس المسجد، أنتوا ناس الجنة ياكم ذاتكم. في ناس أصلا دايرين في المسجد ده دايرين نقول كلام زي ده بس يقول لك كلم الناس قول لهم تجيكم عوجة، أنتوا ناس كويسين. تقول لهم كده يا من يوم القيامة لما نجوا يقولوا يا ريت لو كان خوفونا. فلئن تجالس أقواما يخوفوك حتى تأمن يوم القيامة يكن أحب إليك من أقوام يؤمنونك حتى تخاف يوم القيامة. لكن هذا لا يعني أن يتوازن في الدعوة، فإن الرسول كان يرغب وشنو ويرهب ويقول لك وعظنا موعظة بليغة. لا شنو ذرفت منها شنو العيون ووجلت منها القلوب، برضو هذا لا بد منه. ولذلك الأمن خطر، أن يكون الإنسان آمن طوال. يقول لك الآمن معظم لعمله، يدفعه هذا إلى الغرور به بالعمل، يخرجه عن حد الاعتدال، يقوده إلى الدلال
يبقى مدل يعني زي المدلع كده زي المدلع كويس. ثم لا يأمن مكر الله عز وجل، والله عز وجل يأخذ الناس بالأسباب الخفية، ومن الأسباب الخفية العقوبة وترك العقوبة، كما قال السلف ابن الجوزي أحيانا يعاقب الله عبدا على ذنب فعله رحمة به ليرجع، وبعض الناس لا يعاقبهم حتى يسترسلوا ويغفلوا وتخسو قلوبهم ويموتوا على ذلك بدون إحداث توبة، وهذا أشد العقوبة عليهم. وإذا كانت العقوبة في الأبدان هي أخف من العقوبة في الأديان، يعني مثلا زول عصى الله ربنا يعمل له حاجة في جسمه ده يعي شديد يقوم يتوب يقول يا ريتنا والله، يكون في سيارة يعني سايق عربيته لكن زول مجرم بتاع هوى العربية تنقلب 3 مرات وينكسر ويركب له مسمار ويشد له كراع فوق والجبس، هو كان في الدنيا ما في إلا أنا، بعد ذاك مع الكواريك والشدة الشدة يقعله يا دوب، يطلع من المستشفى محترم احترم الناس متواضع يتوب إلى الله يخلي المعاصي ده، ربنا رحمه بالرغم أنه جبس 6 شهور ولا سنة ربنا رحمه، لأنه لو خلك إلى حد ما يموت بسوء خاتمة كانت العقوبة سوف تكون أشد يوم القيامة. لذلك هذا من الأخذ من أسباب الخفية الترك بدون عقوبة. وهنا أورد الهروي سبب انخلاع القلب من الطمأنينة، مطالعة الخبر. مطالعة الخبر يعني شنو يا أخوان؟ نشوف أصلا أمور الوعد، الوعد اللي هي الجنة والنعيم والحور العين والرحمة الوعد، وأمور الوعيد النار وجهنم وأحوال أهلها والصراط، ده كله وعيد، هذا لا يثبت إلا بخبر، إلا بخبر عن من؟ عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستطيع أحد يقول للناس في الجنة في كده 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 كده، قال لك منه؟ أنت شفتها؟ لما شفتها لو الله قال مرحب، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيضا سمع وطاعة هذا يصدق، لكن غير الله عز وجل غير رسول لا يمكن يكلم. وهنا قال أن مطالعة الخبر، شوف يا إخواننا مش معرفة الخبر، لا شنو مطالعته، يعني التدقق، المطالعة تكون من شنو؟ من التدقق، طالع كويس اطلع عليه وقف عليه في نار في جنة في كده خلاص بعده، ده بيخلي قلبه ده ما يكون مستقر ولا مرتاح. وأصلا المؤمن لا يرتاح إلا في الجنة، لكن في الدنيا لا توجد راحة بأي حال من الأحوال. طيب هذا الخوف عند الهروي على 3 درجات. الدرجة الأولى الخوف من العقوبة، الخوف من العقوبة، قال الهروي وهو الذي يصح به الإيمان. ما معنى الخوف من العقوبة؟ العقوبة في الشرع عقوبتان، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فمثلا السارق تقطع شنو؟ تقطع يده، والزاني بكر إذا كان بكرا يجلد، وإذا كان ثيبا شنو؟ محصن يرجم، هذه عقوبة. فالخوف من العقوبة مهم، وهل يؤجر الإنسان على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ هل يؤجر المسلم على الخوف من العقوبة الدنيوية؟ نعم يؤجر. ليه؟ لأنها عقوبة شرعية، عقوبة شرعية، من الذي شرعها؟ رب العالمين. لكن التارك للزنا خوفا من الرجم ليس كالتارك للزنا خوفا من الله عز وجل، لا يستوون في شنو؟ في المنزلة وفي المقام، لكن هو حد شرعي. لا ليه أخوانا يغير عليه؟ لأنه ما خاف الحد إلا بعد أن آمن به أنه من عند الله، الحد ما من ربنا، كده هو متأكد أنه ربنا بيرجو، قال الزاني يرجمه، هو ما دار يزن عشان ما يرجمه، لأنه فيه ملحظ ومعنى من معاني الإيمان بالنصوص وبالشرع. طيب فالخوف من العقوبة، وأجل ذلك الخوف من العقوبة في الآخرة. حتى في الدنيا أخواننا ربنا خوف، قال شنو؟ قال سبحانه وتعالى
إن بطش ربك لشديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه قال شنو؟ أليم شديد. هذا أيضا يخاف منه. أما العقوبة في الآخرة لا شك أنها أجل. قال الهروي هو خوف العامة وهذا فيه نظر. قال وهو خوف شنو؟ العامة وهذا فيه نظر. ليه؟ لأن العقوبة في الآخرة يخوف الله عز وجل بها عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وخوف الله بها رسله، خوف الله رسله بالعقوبة في الآخرة، حذروا قالوا أنا يوم القيامة بعمل لكم بعمل لكم بعمل لكم إذا ما عملتم. وهذا من قهره سبحانه كقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ففيه تخويف، ولذلك هو منزلة المرسلين، وهذا ينم على إيمان عميق أصلا. لأنه شوف البخاف من العقوبة يوم القيامة معناه آمن بالله وآمن بقدرته وآمن باليوم الآخر وبالقيامة وآمن بأن الله يفعل ذلك. هذا إيمان عالي جدا. يعني مش المسألة إنه الله بخيني النار وأنا خفته. أنت كان ما عندك إيمان إنه في قيامة بنقول الله بخيني النار، ها؟ معناه في قيامة، والقيامة الله بقويمة، وإنه الله ده على كل شيء قدير، وهذا فيه إيمان وإيمان عميق. طيب قال وهو يتولد من أين يأتي؟ من تصديق الوعيد. أيوة، الخوف ده بيجي من شنو؟ الخوف الأول ده بيجي من شنو عند الهروي؟ الخوف الأول يأتي من التصديق بالوعيد. هنا ابن القيم له كلام لطيف جدا، يقول الخوف من الشيء يسبقه علم وشعور به. الخوف من الشيء يسبقه شنو؟ علم وشنو؟ وشعور به. كيف؟ ضربت لكم مثال بالطفل أن ما بيعرف الحية، ممكن يمسكها طوال، يمسك الدابة ما بيعرف شيء، كويس؟ ضميز تجيب له جمرة وتجيب له شنو؟ ها؟ يعني تمرة، ممكن شيء شنو؟ الجمرة ما عنده عوجة، لكن كان شاء له حرقته تاني بشيء نهائيا. عشان كده يقول لك الضاد ها؟ قرص الدبيب بيخاف شنو؟ خاف من جرح حبيبه في علم مسبق. فالعلم بالشيء والشعور به يسبق الخوف به. الشيء الذي تجهله ولا تعرفه لا تخافه، لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مفترس، أن الشيء قاتل، أن الشيء سام، أن الشيء كذا، تبتعد شنو؟ تبتعد عنه. طيب فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة. يقول لك في نار، والنار دي كده لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ولك الأبواب دي لهم مقامع من حديد، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ويستغيث يغاث بماء كالمؤ. كلام والله يخوف خوف، والله يقطع القلب. شفت كيف يقطع القلب؟ شوف الآيات كلها قرآن، كلام كلام. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قاشنه، ذلك يخوف الله به عباده. ويقول لك ويحذركم الله نفسه، بعد زول ما يخاف، كويس؟ يعني كان كلامه، كويس؟ وهذه أقواله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه. طيب فالتصديق بالوعيد معرفة به. لكن أخواننا في ناس، ودي مشكلة كبيرة جدا عند علماء السلوك والتربية في الإسلام، مسألة تحتاج إلى تحقيق وتمحيص ومخرجات، يعني شوفوا لها شوية تخرجات. هي أن كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير. يعني في ناس عارفين انه في نار، والبياكل الربا بيمشي النار وبعد ياكل الربا،
والبيأكل أموال اليتيم إنما يأكلون في بطونهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عارف الكلام من النجار وبعد ذا يمسكوا مال اليتيم يضربوا وناس يضربوه مال البلد كله والله العظيم. يا أخي بشمي أخوان أنا والله بستغرب نسأل الله ما يبتلينا يا أخوان. نحن ممكن قاعدين في بر الأمان كذي بنقول الشيء ده ساهل أنا كان مسكوني بكون نفيه لكن والله يمسكوا والدنيا دي تلعب أصو قال لك القروش دي قاعد مع الشيطان طوالي انت بتاع 10,000 تطلعها الشيطان راكب فيها. فأقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبة أقل شيء في الآخر إنه شلون العذبك يفعلها. العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربية. البراعدة ذلك يعمل كده كده وريني زاني بيقول الزنا ده حلال في المسلمين ده يكون بيزني وعاد نفسه إنه بيعمل في حرام وبيدسه وبيتأنب ضميره بعد ذلك. ليه يعمل أول مرة؟ لأنه عند الفعل تسيطر والذي يستحضر في الذهن لذة المعصية وليس ألم العقوبة. وهذا يعني أن العقل والفكر يغيب وأن العاطفة تتمكن وهذا مشكلة. ما معنى كافر يا إخواننا؟ لكن في تلك اللحظة لم يتذكر العقوبة. يعني ما بزول دار يسرق وبيذكر قطع اليدين وبيذكر القيام وإنه بدخل النار ما بيكون مذكر. بيكون مذكر العربية حيشتريها والبيت والناس اللي حيعزمون والشيء اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوها والونسات اللي حيتونسوها والمكان اللي حيلقاه عند الناس والشالات اللي حيلبسها. بيكون مذكر الوجهات دي كلها والكشف اللي بيمشي يخد فيه بعدين بيكون مذكر حياته كلها. لكن لما بعد ذاك ممكن لما ننقبض والفضيحة تجي طوال يذكر القيامة والآخرة وإذا في حدود قطع اليدين بيذكروا لكن في اللحظة بيذكر. وده الناس بإشكال يعني أن بعض الناس يعلم أن الأمر معصية وأن فيها عقوبة ويفعلها. ليه؟ لأن داعي الشهوة غلب داعي العقل. هل بيذكرك أنه العاقبة وخيمة شنو؟ أنه شيء قد يترتب عليه فضيحة فيها عار فيها كده أو ممكن يرفضوك من الشغل. يعني واحد تلقى شغال محاسب في أمان الله بالصروف مرتبه وكده يبدأ يشيل ويجر ويختلس يرفضه ثاني بعد ده ما بلقى شهادة شنو سيره شنو ده خلاص انتهى بيكفلوه في الحراسة حيتمرمط ويرقد في البلاط يلقطوا له ولقيه طلعوا عيد ما التعريفة ما لقى شغل قاعد مربع يديه. لما كان بجور ما كان متخيل ده كله حيحصل له. لا عقله مفروض كان يكلمه لأنه ده بيستحضر عقل ومو لما يفكر بعقله بيلقى الموضوع ماشي في إطار صحيح. لكن لما يغيب العقل والشهوة واللذة والمتعة المجردة بالشيء تتحكم وتغلب. أصلا لا تقع معصية إلا إذا طغى داعي الشهوة وغلب داعي العقل. ودي مشكلة مشكلة كبيرة جدا وهذا يحتاج إلى معالجات ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبة. لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي لا بد من تقوية داعي العلم وبالشيء المخوف به أنت وذلك من خلال زيادة الإيمان. يعني النار ما يكون مجرد عارف أنه في نار. يا إخواننا في القرآن في كلام من يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال هذه النار التي كنتم بها شنو تكذبون. التكذيب ما تكذيب كلي في تكذيب على درجات. زي الزوال بيقول لك عايز في نار ويعمل شيء يدخله النار ده مكذب ولا مكذب؟ مكذب تكذيب جزئي. وفي نوع بيقول لك قلت ما في نار وما في قيامة في أي حاجة ده تكذيب كامل. لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الأقوال إنما يظهر على شنو؟ على الأفعال والممارسات. وهذا فيه إشكال. ولذلك التربية تقوي داعي المسألة دي. نار معناه نار. نار منو؟ أعدها منو؟ ربنا قال وقودها الناس والحجارة. بعدين عليها ملائكة غلاظ. شوف إحنا كلنا حافظين الآية الحمد لله. شنو؟ شداد. وبعد ذلك قد ما يلاوز من النار دي كثير. في أثناء عمله يكون مذكرة. لما يعمل الغلط يكون مذكر شنو؟ ما مذكر النار. لا لكن إذا تذكر وقوى هذه المسألة بتعظيم الله
الذي خلق النار وأوجدها وجعلها مثابا للكافرين والفاجرين والفاسقين، فعندئذ ينخلع. طيب، فهو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الإنسان مما لا شعور له به. وده كلام صحيح من ابن القيم. وضربنا مثال بشنو؟ بالطفل، صح ولا ما صح؟ خلي الطفل مثال بالكافر. الملاحدة دي أصلا أنت ما حترجو منه عمل صالح، ليه؟ ولا إيمان بالله، لأنه أصلا العلم المسبق شنو؟ مادي، فلسفي، كفري. بس كده ممكن يقول لك ما في نار ذاته، النار ده شوفوها شنو الخرافات. كويس؟ وإن كان النار والجنة مستقرة في كل الأديان، حتى النصارى الموجودين الآن في أمريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلموا عن الجنة والنار مناسبة. ولو أرادوا أن يتكلموا عن شيء جميل يقولوا أنه شنو؟ أنه شنو؟ الجنة. وممكن يقول لك فلتذهب إلى شنو؟ إلى الجحيم. عبارات يقولونها بغير شنو؟ بغير قصد يرددونها، لكنها من بقايا إبراهيم عليه السلام، مما بقي لهم من دين الأنبياء، من بقاياهم. طيب، ابن القيم يقول الخوف يتعلق بأمرين، أولها درجة المخوف به عندك، يعني مثلا كخوفوك بمحافظ ولا والي، وخوفوك بموظف في محلية، موظف في المحلية، وخوفوك بالعقيد ولا العميد في الشرطة ولا في الجيش، وبواحد جندي ولا وكيل عريف. انت بتخاف اكثر من ياتو من ذاك، لان الصلاحيات عنده شنو، والنفاذ في شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء، صح؟ طيب، اذا درجه الامر مخوفه. الامر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد الى هذا الشيء المخوف، يعني في شيء بيقودك الى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحاسبوك عليه، الشيء بيقودك ابتداء أنا تلتمش عليه. انت يا اخوان ممكن خلي شده، ممكن في طريق فيه حفر كثيره ما تمشي بعربيتك، خوفا على شنو؟ خوفا على شنو؟ هل عربيتك عشان لو مشيت في الدرب ده العربيه تتكسر، بتشوف الطرق الناي. وكذلك في حتى في البشر شيء بيدخلك في اشكال معسول، يعني الطفل او انت حتى لو كبير، الشيء بيعمل غلط مع ابوك ويخلي ابوك ينهرك، انت بتعمله حتى لو عارف انه، يعني لو عرفت ان الموضوع ده بزعل ابوك بتعمله. هنا في حاجتين، خوفك من ابوك لانه ابوك انت بديه يعني درجه، والاشياء الماده الى ابوك اللي بتودي الى غضب والدك. ابوك بيكون منعك من اشياء معينه، مهما يعني ابوك ما يكون دايره، او انت عارف انه كان عملتها ابوك ده بيتغير جدا وبيزعل وكده، انت تجنبها. ولله المثل الاعلى، انت اذا قدرت الله حق قدره وعلمت انه على كل شيء قدير وأن وعده حق وأن وعيده حق، لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك إلى غضبه وإلى شديد انتقامه سبحانه. لا تتعرض لمقت الله، يعني بالواضح لا تتعرض لشنو؟ لمقت الله. لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك، لا تعرض نفسك، أبعد أي حاجة ربنا بدوره. عشان كده شنو؟ تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شو كان ذكر كلام خطير جدا. طيب، ثم يقول الخوف الدرجة الأولى منه الذي أسماه خوف العامة وخالفناه في ذلك، يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجناية ومراقبة العاقبة. طيب، ذكر الجناية مهم إخواننا، الزول بيخاف من ربنا متين، مرات يكون ما جاب خبر، لكن مرات يجلس مع نفسه خاليا فيتذكر أياما خوالية أتى فيها معاصي شديدة، يقول حسنا أنا كان لقيت الله، أو كنت مت في الأيام ذيك أعمل شنو؟ الله حسنا لو لقانو سألني منها أنا أعمل شنو؟ فذكر جنايته السابقة تؤثر في تحريك الخوف وتوليده، وهذا كلام صحيح من الهروي. قال ومراقبة العاقبة مما يولد، إخواننا ده معناها الكلام اللي قلناه قبل شوية، إنه مجرد العلم
لا ينفع. ينبغي أن يكون العلم معك عند شنو؟ عند المعاصي، حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا. الإنسان يكون عارف أنه شنو يضره ويعمله. حسنا أخوانا كلنا بنعرف أشياء كثيرة أخطاء لكن بنعملها. زول شكلك عارف أنه المؤفرد يحفظ لسانه كده، في اللحظة دي كده تنفعي بتسمعه كلام فارغ، تمشي تقول لك والله أنا حسنا ما كان أقول كده، حسنا كلامنا ما كان صح. لو أنت عند اللحظة تحت الفعل تملكت كده شنو مراقبة العاقبة من الأشياء المهمة جدا، وهي من دلالات كمال العقل، من دلالات كمال شنو العقل، تلمح العواقب، تلمح شنو العقل. أي حاجة تعملها قول عاقبة شنو بعد يحصل لي شنو. إخواننا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي إلى شره شر له في دينه وفي شنو في دنياه ضره، لأنه ساعة تلبسه بالمعصية لم يتلمح العواقب. أما لو أنه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لأقلع ولا منع نفسه. هذا اسمه شنو مراقبة شنو العاقبة، مراقبة العاقبة. طيب الدرجة الثانية، قال الهروي الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. هذا كلام عميق جدا بالمناسبة، هذا كلام عميق. طبعا أنت لما تسمع مرة بتقول شده زي الغاز، الغاز كده مش كده، تقول شده شده خوف المكر. المكر في شنو؟ من المكر، من مكر الله عز وجل بعبده الجريان، جريان الأنفاس يعني الأوقات، والزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركز في اليقظة. أخوانا اليقظة ضد الغفلة. أنا ثبت مربي أيام بيكون غافل وفي أيام بيكون ماله يقظان. أيام اليقظة دي أيام ارتفاع شنو الإيمان، هو أيام ارتفاع الإيمان بيشوب حلاوة، يشعر بحلاوة المناجات، بلذة الصلاة، بلذة العبادة، بلذة القرآن، يشعر بالمعاني دي، يقوم يستغرق فيها يجري معها ولا يذكر توفيق الله ولا مكره. وعندها يأتي المكر بسلب الإيمان، وهذه حالة أشعر أنها أيضا قضية تربوية تعاني منها الأجيال. هي شنو؟ أنهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعبادة والهمة في الطاعة والنشاط، وبعد ذلك يحصل تبدل الخمول والكسل و فقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعة والمقدرة على المداومة في الطاعة. هذه أزمة حقيقية، وعرفتها أزمة من خلال نفوسنا البشرية سريعة التقلب كثيرة التلون. مرة تشعر بأنها دائرة الله ودائرة الآخرة، مرة تشعر مالت للدنيا تستفزها المناظر الجميلة ترقيد الأعمار صمحة سلام والله ناس عايشة وناس دايشة ولا حسن أن الله يدينا عمارة زي دي، يمجي مرة بعربية سبحة جدا يا السلام يا الله عربية زي دي، ومرة يشعر انه ده حطام دنيا يعني لا كده بشيء من الاستعلاء وانها لا تؤثر فيه، تقلبات عجيبة والله نفسي. ولذلك المجاهدة مهمة، وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين انك تثبت. ولكن لو تكونون معي على الحالة التي تكونون بها معي في بيوتكم تصافحتكم الملائكة في الطرقات وما استترت عنكم، ولكن ساعة فساعة. طبعا ساعة فساعة دي ما ساعة، ده يوم كامل. ده يقول لك ساعة فساعة امشي احضر كورة ثلاثة ساعات، دي ثلاثة ساعات ما ساعة، دي قال لك ساعة ثلاثة ساعات كورة ياخدي، وبعدين بخش الاستاد ما ثلاثة ساعات، بخش الساعة اثنين والمباراة الساعة كم؟ الساعة سبعة، تنتهي الساعة كم؟ في ساعة دي كم ساعة دي؟ ها؟ سبع ساعات، سبع ساعات ربع اليوم، وتقول لي ساعة في ساعة تضيع ربع يوم في كورة وتقول لي ساعة في ساعة. فأقول أيها الأحبة في هذه المسألة استحضار الخوف دائما. إخوان الإنسان
أن يستحضر، يعني هذا معنى أن يستحضر الخوف دائما. وشوف يا إخواننا، خوف أهل الإيمان، عارف خوفه من شنو؟ أعلى خوف أهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان. لأنه ربنا كلمك قال لك في ناس كانوا طائعين، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان عالي كبير في بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. بلعم ابن بعوراء أو بلعام ابن بعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. واحد يمكن يكون تمام، ودي خواتيم يا إخواننا، عشان كده أهل الإيمان أكثر شيء خافوا من الخواتيم. خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان ومن سلب المعرفة بعد المعرفة، وما ذلك على الله بعيد. يعني أنت علي الله ما عزيز عشان تقول أنا بعد ما بقيت مؤمن تاني ما أبقى كافر، هل قالك منه؟ ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معناه شنو؟ خوف المكر، بخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوة الطاعات واليقظة. وكيف يدفع الإنسان هذه المسألة؟ يدفعها بكثرة التضرع والافتقار إلى الله أن يبقي له الإيمان وأن لا يسلبه. فكده من الأدعية في السنة المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك لا يغير. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد يمكن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية؟ اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يا ربنا معافيك من أشياء قد يبتليك. يا إخواننا الزول مثلا عمل معصية، ده ما بكون المعصية تركبت في قلبه بقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا دار يعمل شنو؟ دار يعمل المعصية ويعمى خلاص تاني. وفعلا حبك الشيء يعمي ويصي، يعني خلاص ما يقبى ما يشوف قدامه، بس دائما المعصية دي لحد ما يعملها. الله ممكن يركب المسألة دي فيك هتعمل شنو بعدين؟ عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي. فالجزء العاصي تسأل الله إنه يعافيك وشنو ويتوب عليه، لكن ما تقول شنو بالله عندك كمان عنده، والله ممكن تعملك وأنت تتركب فيك المسألة تاني ما تمنع نفس ذاته منها. تسأل ربك شنو؟ العافية وتحول عافيتك. إخوانا شوف، ليس على سبيل الإزدراء والسخرية والتعالي عليه، إنما لنفسك، وهو تنظر إليه بدافع الشفقة تتمنى له أن يتوب. تتمنى تنقذ سكران بترتح ويجيبوه البيت. يعني يا اخوان والله يفهم خير، الواحد تلقى سكران يترتح يقول يا ساتر تلقى بيترتح لما داري قاعد يجيب كده يغمد عينه يقول لك يا ساتر. دي الناس فيهم خير بالمناسبة. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي إلا الناس السكارة بالمناسبة، لما قال له جاء الناس السكرانين قالوا الناس اللي بيجاي دي اللي يعملوا يعني كنيسة أعوذ بالله، قالوا من محل السكر كنيسة أشال عكازه وجر له مريك بتاع قريب وشايل له عصاية مشوا منعوا النصارى دير وقفوا عن حدهم. أنت عارف الأكباط في مصر كانوا بيمشوا المساجد ويكتبوا ناس وضربوا ناس فترة ما ثبتوهم إلا السفرجية المصريين. الواحد قال لك يلف الحشيشة يقول لك عليك تلف في الجامع، في الجامع الساطور بيشيل الساطور طوالي سطمة الساطور بس في ناس ربنا زرع فيهم شنو؟ يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجم شنو؟ الفاجر، وبأقوام لا خلاق شنو؟ لا خلاق له. لكن أنت صاحب المعصية لا تزدريه، تمنى له. وهذه آثار، قال: لا تعير أخاك بمعصية، لا تعير أخاك شنو؟ بمعصية، يعافيه الله ويبتليك.
عشان كده انت لو لقيتك زول سكرها كده يا الله ان شاء الله توب عليه. لكن لا بأس من زجره من باب الامر المعروف والنهي عن شنو؟ عن المنكر واظهار عدم الرضا مساعدة له على شنو؟ على التوبة. لكن لا ترى لا تزدريه من اي باب اخر من بقية هذه الابواب. طيب ابن القيم رحمه الله له كلام لطيف. هو ابن القيم ده أصلا خلاني أمش على كتب حاجة واحدة، عباراته رقيقة ونفاذه إلى الحقائق مباشر، يعني بيخش الموضوع بيخش في الموضوع طوالي. أنا بشعر بأنه بيمسك الموضوع طوالي بيمسكه في نبتاعه. وأهم شيء لغته التقريبية إلى الأذهان، يعني تصوير المعنويات في صورة محسوسات. يعني مثلا يقول شنو؟ بينما بدر أحواله، الزول لما يكون في لحظة يكون إيمانه عالي كأنه في بدر، قال بينما بدر أحواله مستنيرا في ليالي التمام إذا أصابه الكسوف. ده المكر الخفي. بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا شنو؟ إذا أصابه شنو؟ الكسوف. يعني معنى زول إيمانه عالي فجأة تلقى في الحفلة وخلى الجوامع ده أخوانا كثير، أو زول إيمانه عالي ما مثل المعاصي لكن ما قادر يرجع إلى الحالة الأولى، يكون مستحضر في العبادة وخاشع وعابد وقانت ومنيب إلى الله ومخبت ويشعر بإيمان عالي وحلاوة الطعم طعم العبادة والخوف من الله عز وجل، يشعر كأنه في الجنة، بل يتمنى أن يموت في هذه الأيام أو تلك الأيام الراقية. لكن بعدها تتحول وتتبدل. قلنا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قال بينما بدر أحواله في ليالي التمام مستنيرا إذا أصابه الكسوف فدخل الظلام فبدله بالأنس وحشة. كان عنده أنس بالله قدر ما يذكر الله تاني ما يلقى الأنس ده، وبالحضور كان مستحضر دائما ذكر الله، غيبة يغيب عنه استحضار المعاني وذكر الله، وبالإقبال إعراضا، وبالتقريب إبعادا لا حول الله بالله، وبالجمع تفرق قلبه تفرق بقى ما زي زمان. ده معنى الكلام. وهذه دعوة لدراسة هذه الظاهرة، هي لها أسباب كثيرة جدا يمكن أن نتطرق إليها في ثنايا دروس مدارج السالكين. قال والدرجة الثالثة درجة الخاصة، ودي آخر حاجة، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف. وحشة الخوف، وهذا يا إخوان كأنه يقول، وده معنى صحيح يا إخوان، شوف هذه المسألة ذكرناها من ذي قبل، أن جلال الله وعظمته تقتضي أنه هو الوحيد الذي تخافه وتقبل عليه وتخافه وتحبه، وهذا لا يجتمع إلا لله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام رسول تتعامل شنو؟ بنحبه فقط صح؟ لكن أن تجمع الخوف والمحبة دائم منه عند الله. في بشر بتخاف منهم لكن قطع الشكل ما بتحبهم أصلا. فالجمع بين الخوف وبين المحبة هذا لا يكون إلا لله الواحد الديان. فالهروي بيعتقد أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة، زول كعب ومسيء وأعماله منحرفة ومنقطعة من الله، هذا تصيب وحشة الخوف. يعني أولا ما في خوف، ولو في خوف يكون خوف ماله خوف إنه يؤخذ بجريرته. أما الإنسان لما يخاف وهو طائع هذا خوف عالي، هل هو خوف شنو؟ خوف الهيبة، سماها الهروي شنو؟ هيبة. وهي هيبة متعلقة بذات الله وجلاله، انت يعني تخاف الله ذاتا وصفاتا كويس، ولكنك ما اسأت. ولذلك كان يعني كانه يقول، وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الاول اللي هو في الدرجه الثانيه، كيف ان من وصل الى الله لا يخافه، وهذا غير صحيح. ليه؟ لان الانبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو؟ وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح
يعني في الكلام الهروي أن الله أنت تخافه وأنت على حالين، إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله، وإذا خفت وأنت طائع في زول بخاف بعد الطاعة، في زول بخاف بعد الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجنة، عمل الطاعات وخاف، ده خوف بتاع هيبة وجلال، ما معه وحشة إنما معه طمأنينة. هذا معنى شنو؟ معنى كلامه. لكن قال الهيبة دي شنو؟ ما الهيبة عند الهروي؟ شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي، لأنه كلام الهروي فيه شيء من الـ من الـ من الإيجاز. كيف؟ قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيان المسامرة، وتفصم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. قال المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته، يا كريم يا حنان ارحمني يا كده، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجاة. هذه المناجاة. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجاة. يا إخواننا الإنسان لما يكون بناجي في ربه بيشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف، الدرجة الثالثة دي الهيبة اللي يخليك أنت تكون مطيع وشنو؟ وخائف، خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجيك بتقوم بتخلي أنت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج. تأتيك الهيبة فتعارض هذه المسألة. من الهيبة يعني تقول لك حتى لا، حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبية وبين العبودية. ما في ناس يقول لك اندمجنا لحد ما يقول لك خلاص أنا الله ربي تتكلم معه، زي ما الناس بيقولوا وأشوفه وتكلمت معه واليوم أدي قلت له وقال لي. وفي ناس أعوذ بالله، طبعا إخواننا أصلاً ما حصل لأنهم بيختلقوهم، لكن بيصورون الشيطان كده يقول لك شاكرته ونهرته. هراش في كتاب تبرئة الذمة في مصحف الأمة إنه الأولياء ممكن يهددوا الله وينهروا. هراش ولي يقول وصل درجة يقول لي الله أسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك. أعوذ بالله من الكفر، أعوذ بالله من الكفر والإلحاد، أعوذ بالله. والله هذا لا يكون أبدا، لأنه ما في أدب، هذا والله سوء أدب، وأصلا ما حصل ذاته. يا أخي الملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يا أخي ناس جبريل أقرب المقربين إلى الله من الخلق يخافونه سبحانه، يقول كلام فارغ زي ده، يقول لك أولياء. يا أخوانها تعرف أنه بطرق باطلة الشلم. أنا في فهمي بجنب زول عنده خيال بتاع زي وزي ناس الروايات والسينما يصور لك كلام ينسج من راسه بس. يا أخي نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله. لكن قال عشان بعض الناس ما يتوهم هذه الأوهام، يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجاة تعارض المكاشف. المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية، ثم المسامرة. قال وشنو؟ قال وتصون المسامرة أحيانا المسامرة. المسامرة عندهم إن المصطلحات من هؤلاء أخص من المناجاة. المسامرة التملق، والمناجاة والمسامرة مخاطبة القلب للرب. يكون قلبك بيتكلم مع ربنا، قلبك بيقول لي الله. هذه عندهم أخصة، ودي برضو بصونة بيخلي الزول ما يتدخل في أشياء ما ياها. بصونة المسامرة في شنو؟ قال صونة المسامرة وتصون المسامرة أحيانا شنو؟ المسامرة أحيانا المسامرة حتى لا يحصل له شنو؟ الانبساط والدلال. يعني يتعامل مع الله كأنه بيتعامل مع الناس يعني ومع أصحابه. شوف الخلق ده إخواننا، الناس اللي بيقولوا الكلام ده في الناس بيكتبوا الكلام ده، أعوذ بالله، دين جعلوا الخالق كالمخلوق. في طبقات وضيف الله قال ولي من الأولياء خلى حوار من حيران وعيان. قال يا إخواننا خليكم، خلي بالكم من الحوار ده، أنا مش مسافر أجي هنا. قال ملك الموت جاء أخذ روح الحوار، الحوار أخذ روحه. في طبقات وضيف الله، وطبقات وضيف الله كتاب حضر فوقه دكتورة في الأزهر، حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم. في واحد من شيوخ الأزهر
المناقشين قال لهم دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ لكن قال لهم جيزة، قال لها جيزة اديه الدكتورة حقق كتاب طبقات وضيف الله. قال شنو؟ قال الشيخ جاء لقى الحوار مات. قال لهم كيف يموت؟ يموت وما يكلموني؟ قال شنو؟ قال فصعد الشيخ إلى السماوات العلا ولقى ملك الموت قلع الأرواح كتا اليوم دي كلها ما بدور مثلا الساعة كده فلان الساعة كده بعد ما شانه لقى خلا داني مش يسلمها لربنا. قال فاعترضه قال له أعد إلي روح فلان حواري رجعني روح الحوار. الشيخ ده قالوا سوداني قاعد في السودان ده هنا أطلع السماوات ده. قال ملك الموت أبا قال يا أخي روح ملكة تاني ترجع. قال فضرب ملك الموت وجر القفة الأرواح شتتت كلها. أي زول مات اليوم ذيك حية تاني قال لأن الأرواح كلها رجعت لناسا وحواره الروح رجعت ده في طبقات وضيف الله أهران شنو. قال ملك الموت مثل الله وده بيكون مات طبعا أيوة. قال ملك الموت مثل الله كان ده مكتوب في طبقات وضيف الله. قال له يا أخ والله الليلة الأرواح ما في طريقة فلان عبدك الصالح جاء قلع مني. قال لي يا أخي أنت مش قال لك الدين حق فلان روح أنت ما كانت تدي بس ما قال لك روح فلان حواره كانت تدي. قال لي الحضر الكلام ده كله منه الحوار ده كله والكلام ده كله الحضر منه يا أخوان الكلام ده يقول على شو ده دين ده دين ده حسن ده دين ده دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء. والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء. الأولياء الصالحين اللي بيكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القرآن وصالحين يموتوا ينسج حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبية والألوهية ما فضلوا إلا يقولوا دين آلهة يفعلون كما الله يفعل. يصل السنة السابعة ويكفت ملك الموت ويشتت القفر جاءت الأرواح ويقلع الزول المات بأجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت تدي مكتوب. قلت لك أخذوا فيه دكتوراه في الأزهر. تقول لي مكتوب أنت حسن قاعد هنا ده مستنكر كان مستهجنه دكتوراه في الأزهر والأخذ الدكتوراه كان في يوم من الأيام مدير لجامعة الخرطوم مدير لجامعة الخرطوم وحق الكلام ده لا قال غلط لا قال صح بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني بس حقق الكتاب. قال يا أخي ما في شك يا أخي ما في شك سبق القول مني. لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو؟ خلاص ثاني لا أحد يدخل فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون للأسف الشديد. فهذا من الدلال وأشكيد قال شنو قال ابن القيم المسامرة المزعومة قد تؤدي إلى الخروج عن أدب العبودية. العبد لازم يكون عبد مع منه مع سيده. العبد عبد خلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكة والأنبياء. أنت كان عندك في البيت زول مؤجر وبيشغل وخدام بتحتاج منه سلوك معين لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين لكن يدفق الموية زي أهل البيت. مثلا عندك أولادك ممكن يفتح التلفزيون في أي لحظة يكب الناي يدفق كده يكسر ولدك لكن واحد أنت مشغله بالأجرة بيمسح البلاط وكده يجي يعمل في البيت على كيفه هو ولدك انت بتخليه يعني نخبه البيت وتسوي ما بتقدم وتعلم. ينبغي ان يعلم ان الخلق كلهم لله عبيد الملائكه والرسل والانبياء والصالحون والعلماء والاغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله. ينبغي ان لا يخرجوا من ادب العبوديه. العبوديه دائره ادب مسكنه وذل وكذا هذه العبودية. قال وتفصم المعاينة بصدمة العزة. المعاين يعني شو يا أخواننا الإنسان اللي بيقول أنا بلغت درجة عالية من الدين أنا بقيت عالم كبير ما في زول أسألوني من أي حاجة أنا بجاوبكم الليلة يقول له كده يقول أنا عارف أي حاجة يقول له أنا أقرب مني لي الله ما في ده كلام بتاع ادعاء. الزول لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهذبه كيف بيعمل صدمة بشنو؟ قال العزة. العزة دي هي الربوبية فيها ثلاثة حاجات. أولا عزة قوة الله وشدته
انت ما تقول انا كدي انا عندي وانا قريب وانا من ربنا، لكن الله ده قوي برضه بتخاف منها. وعزة سلطانه وقهره، شوف ربنا من قهره انبياء يشيل ولده يخليه يبكي السنين كلها نبي كويس، فتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، مليان مليان من الحزن، كظيم يعني مليان نبي. شفت كيف؟ ليه؟ لانه قاهر فوق عباده. نبي يصيب ابتلاء وامتحانا بمرض، انبياء يموت ابناؤهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد ابراهيم ماذا فعل؟ جرت عيناه لظهور علامات العبوديه عليه والبشريه عليه، بكى وقال ان، قالوا انت برضو؟ قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن. فده سلطان الربوبيه المخوف، وكذلك عزه الامتناع، يعني انت تسال الله ما يديك، وعزه الامتناع انه يمنع. قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وشنو؟ وتنزع الملك وتعز من تشاء وشنو؟ وتذل من تشاء. قال ليك الزول لما نستحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بيخاف، لو عنده قروش كثيرة بيخاف، بيقول في ناس أغنى مني الله بيطلعين مني. بتخيل هذه المعاني في معاني الربوبية وعزة الله وقهره، وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه، جاء فصل بلا وغشر. قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة. بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر، الطير عندها شنو؟ رأس، دي المحبة، ولها جناحان أحدهما الخوف والثاني شنو؟ الرجاء. دي منزلة وده تقريب مقامات. يعني مثلا واحد نفسه أخاف من ربنا ولا أحبه؟ أنظر لرحمته ولا أنظر لعقوبته؟ أنظر لجنته ولا لناره؟ أنظر لانتقامه ولا لعفو؟ بيكون شنو زوج شنو يقول يا أختو أنت ما تغلب واحد على واحد، تمشي بين كلهم سوا. المحبة هي الرأس، وأي جناح فيها ينقطع كان خفت وما جبت جوانب الرحمة بالضل، وكان خدت جوانب الرحمة وما خفت بتقوى على المعاصي ونفسك بتسترسل مع الشهوات، فلا بد من التوازن. لذلك قال السلف يفضل للسائل إلى الله أن يكون قلبه في أيام الصبا والشباب أن يغلب الخوف ويكثر من نصوص الوعيد. ليه؟ لأن سلطان الشهوة طاغي وهو يحتاج إلى قهرها وإلجامها، وعند تقدم السن وقرب الأجل أن يغلب جانب شنو؟ الرجاء وحسن الظن بالله. السلام مثل هذه، والمحبة هي الأساس. وإخواننا لا يمكن أن نتخيل انفصال المحبة من الخوف إلا في البشر، لكن في الله لا يمكن. يعني يقول لك تخاف منه يتحبه، لا نحبه ونخاف منه، وهرى شنو؟ لأن ربنا كان خفت منه بتحبه، وإنت بتحبه ممكن تخاف منه، وهو الوحيد سبحانه. وسبحان الله كلما ازددت خوفا منه كلما ازددت قربا وفرارا إليه وليس فرارا منه، بعكس المخلوقات. لو قال لك فلان ده كعب عينه حارة بتمش منه، قال لك بيجاي في أسد بتمش منه، قال لك بيجاي في كتل بتمش منه، قال لك الليلة الرصاص شغال في الخرطوم ما بتطلع من البيت، قال لك داريك تلوك بتخاف بتجري، قال لك كده بتخاف، قال لك النار ما بتمشي انت مشي لك عليها. لكن ربنا كلما ازددت خوفا كلما ازددت إقبالا له سبحانه. أما الذين قالوا إما محبة إما خوف، متخيلوا أن الخوف يجعلك تفير من من؟ من الله. يقول لك تغلب المحبة، لا نغلب شنو؟ الخوف وشنو؟ والمحبة. ولكن العلماء يقولون ينبغي أن تكون المحبة هي الأغلب، ويمثل ابن القيم المحبة والخوف والرجاء كالمركب في البحر. قال لك المركب للمحبة، حاديها الرجاء، حاديها الرجاء ده شنو؟ اللي هو شنو بخطوه الشراع اللي بيتلزوا شنو؟ الهواء ده شنو؟ الرجاء الشراع، وسائقها الخوف. فعلا الخوف بيسوق الزول نحو الطاعة، بيسوقك سواقة نحو الطاعة، بيطلعك من الشهوات، بيطلعك من الملذات، بيطلعك من
كل هذه. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية منزلة الخوف من الله عز وجل، على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد من دروس مدارج السالكين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.